تحت جنح ظلام وصل وفد الأمم المتحدة وعلى رأسه سفيرها يعقوب الحلو إلى مدينة داري المحاصرة قرب العاصمة دمشق، مصطحبا معه 9 شاحنات تضم مساعدات متنوعة بينها أغذية للمرة الأولى بعد أن أذن النظام بإدخالها، وكانت المنظمة عجزت سابقا عن إدخال كسرة خبز لآلاف المحاصرين هناك. برنامج الغذاء العالمي أوصل المساعدات إلى دارية، وهي حوالي 480 سلة غذائية تكفي ل2400 شخص ولمدة شهر واحد فقط، وشملت كميات من الطحين وستوزع على الناس. في مطلع حزيران الجاري أدخلت الأمم المتحدة أول قافلة مساعدات إلى دارية لم تتضمن أي مواد غذائية بعد وعود خولة مطر مديرة مكتب المبعوث الدولي ديمستورا للأهالي بإدخال الأغذية، وانتظروها بفارغ الصبر، لكن ديمستورا قال إنه ينتظر إذن النظام. وقت اللي فاتت خولة مطر لعنا على البلد وعدتنا بأنه الأكل حيفوت وكل هاي الشغلات حيفوتولنا إياها خلال أكام يوم، وهي الشغلة صار لها بحدود الشهر شهر وشوي. أكثر من 8000 مدني يعيشون في دارية مع دخولها العام الرابع تحت الحصار، وتعود إلى دائرة النار والقصف مع كل محاولة جديدة لقوات النظام اقتحامها غير مكترثة بالهدنة، فتتساقط البراميل المتفجرة والصواريخ على المدينة المصرة على مواصلة الطريق حتى إسقاط النظام.